الحجاب فرض افترضه على النساء وهو اللباس الشرعي. يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون الخيرة من أمرهم. تسمعوا واحد العجب، تسمعوا واحد العجب، كان شي بنات نتاعنا من تقول هذه الحجاب تقول لك حتى مقتنع. مازال ما اقتنعتش، مازال كان يقول هذه الحجاب تقول لك الإيمان في القلب مبينة مبينة، في الشعر أنا والإيمان في القلب بارك الله باين النور. شي السعيدية يتعرّوا الإيمان في القلب، ما شاء الله غريبة هذا. كان تقول هذه الحجاب تقول لك الحجاب غير يسترو به شي نساء شي نات يسترو بهم قلقوا بعدهم. شوف شوف الشيطان، شوف شوف أخي اللي بغات تزوج اللي دير هذاك الشيء. والشيطان يلقي في رؤوسهم الشبه ليضل ضعاف ضعاف تاع النفوس. أما الحجاب اللي ما يعرفش يمشي يقرا سورة النور ولا سورة الأحزاب، فليس في الأحكام الشرعية حكم فصل الله فيه بهذا التدقيق والتفصيل كما فصل في الحجاب. اسمعوا 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 اسمعوا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا الحجاب ولا ماشي الحجاب؟ حجاب دخل فيه حتى الراجل، الحجاب دخل فيه حتى الراجل. الراجل تهود عينك يا له يتمشاك ويشوفك تطيح له الرزه، يلعب الرزه، مصحف الرزه الحمد لله فيهم الخير. ها يكون غادي هكذا على البسكليت حتى يطيح يا ابن سيد النبي في حجه الوداع كان مركب وراه الفضل بن العباس، وجات واحد المراه زينه جميله وجات تسال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدير في هذاك سيدنا الفضل، كان مسلم ما سيمزوج والنبي يدير له واش زيد 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 هو يدير له هاك زيد زيد هضره زيد زيد شو صلى الله عليه وسلم التربيه تاع سيدي وحبيبي رسول الله. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، المراه تهضر فيك وتشوف فيك هاك ما تحط عينيك وهي ما تحطش. إلا تلاقيته في الدروج والله لاش يخطب لنا يلصق مع الحيط وتفوتو ما في الطوبيس. هاي الغريبة فين وصلنا احنا، فين وصلنا فين وصلنا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قالوا ما ظهر منها الوجه والكفان، الخمار تضربوا على الراس ويجيبوا لنا على الجيوب، الجيوب والجيب هذه وهالجيب هذه، هذه تتحدى اصلا شو وجهها. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن هو ابائهن هو اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او التابعين غير اولي الرغبة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا إله إلا الله، كيش تفسر قاعد تفسر كيش تفسر قد هالشي. نقول لك الشروط ضربة واحدة، الشرط الأول سابغ، ما معنى سابغ؟ من الرأس غير الرجلين غير الوجه والكفين، وكان شي واحد اللي زاد واحد الوجه والكفين، أنا قلت لك الوجه والكفين معلش في خلاف سابغ. ثانيا ما يكونش حاصر، إذا كان حاصر يصف الجسد وجغرافية الجسد، السروال الكتمة وتريكو ها من يطير وسر كي لابسك كي الباقيطة تلبس السروال ودير الفورة. ما قال لك الحجاب احيا الحجاب روح دارت محل النعامة دارت راسها في الرملة وقالت لك ماشي الصيام ما هي ها بنتي راكي ما درتي والو دات الفرانه والسروال مزير ودريكو
ما يكونش مزير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات. لبست يوم عاريات، ما معنى لبست عاريات؟ اللبس بتاعهم لا يستر، لا يؤدي وظيفة الستر، إنما يزيد على الإفضاح، لا يشف، ما ليش؟ ليش رقيق؟ كانش لباس رقيق يلصق مع اللحم رقيق. نشوف شي نساء منين يخرجوا يسيقوا ضرك زعما غادي يخرجوا مستورات، شي لباس رقيق وقول لصق لما وديما. لا لا، ربحة في الركا، بصح ماشي ربحة في الركا، سي ربحة الراجل. ما هي لا صبت الراجل هكذا لا لا شاشة. كما قالت لي واحد المراه في واحد المحاضره قالت لهم، قالت لي اسمع اسمع النهار اسمع، والله سيد ربي كتب علينا الجهاد غير نبديو بكم انتم الرجال، لان انتم ماشي رجال، لو كان كنتوا رجال لو كنا ننسى. قلت لها يرحم والديك على هالكلام، يا يرحم والديك يرحم والديك يرحم والديك على هالكلام، لو كان كانوا رجال واش يمشيو النساء مع الرجال السعوديه ويتعراو، وتجي البنت تقول لباها با تبرونزيت امسح عليه امسح عليه، ما زالت برونزيت شوف اللحم ما نتعصح تبرونزيت غادي تنزاري. الشرط الثالث هو سابق لا يصف لا يشف، هات ثلاثة تصل. الشرط الرابع واسم هو ألا يكون مبخرا، ما معنى مبخرا؟ أما أطفئ الريحة، لأن أنا المرأة دارت الريحة وفت على شي ناس، أيما امرأة خرجت ليجد الناس ريحة فهي زانية وكل عين رأتها فهي زانية، دير الريحة وخارجة فرك يا غادية، لأن المرأة حتى تكون غادي تمشي تسوق ولا تمشي للحفلة عاد وتعد الروح أو تزوق وكذا ما مع راجلة الحمار وزعفران والعقاقر قاعد ما بغيت نقول لك. خامسا أن لا يكون زينة في نفسه، واخا يكون عريض ويكون كذا ولكن يكون مزرقش. يا ربي يا ربي واش هذا درك حيجة؟ البس حمر وجذب الأمر فهو زينة في ذاته ما خصيكوه. السادس أن لا يكون لباس شهرة، يقول لك يقولوا له لاموت لاموت الحجاب يولي يتبع لاموت، هذه لاموت هذا لاموت، الله يخص لك العمود. اش لاموت هذا؟ من لبس قلب من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة. سادسا الشرط السادس أن لا يشبه لباس الكافرات، والشرط السابع أن لا يشبه لباس الرجال في ثمانية الشروط، أن يكون سابغا، أن لا يصف، أن لا يشف، أن لا يكون زينة في ذاته، أن لا يكون مبخرا، أن لا يكون لباس شهرة، أن لا يشبه لباس الكافرات، أن لا يشبه لباس الرجال، ثمانية. وما كانش الرخيص في اللباس بحال الحجاب، ما حدك انت تمشي دير اللبس نتاع الشيطان نتاع التعريه هو غالي، يلبس واحد اللبس شويه هدا شويه هدا هذا خاوي شويه هنا هذا خاوي شويه هنا هذا شحال انا هذا اللباس مليون، جهنم يشريوها بالفلوس، الجنه دائما رخيصه. ربي يبغاك تستر راسك يا ربي يا ربي يا ربي.